أهلا بكم لهذا الندوة حول موضوع الأمن البحري والتوعية حولها في أفريقيا ورفع نصف صوت الشباب. أنا أسيس مالكي، أنا عميد مركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن دي سي. مركز الأفريقي المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية بالإضافة إلى مركز الاتحاد الأفريقي لمبعوثية الشباب والشباب للسلام نظموا هذا الدورة لتحليل دور الشباب في ترويج صحة الملاحة البحرية والحماية والاستداميتها. كما نعلم أن البلدان الساحلية والقطاع البحري تواجه تحديات أمنية بحرية بكافة البحار والمحيطات المحيطة بالقارة الأفريقية. هذه التحديات الحالية التي هي متعلقة بقضايا الأمن البحري هي القرصنة والسرقة والاختطافات التي تحصل والصيد السمك الغير مسموح أو الممنوع والعصابات المنظمة الدولية بالأخص التهريب بالإضافة إلى المخدرات والاتجار بالبشر. ونعلم أيضا أنه في موضوع الأمن في المياه القارة الأفريقية يمكنها أن تزيد من عدم الاستقرار الموجود عن خلق الشلل، طريق خلق الشلل للاقتصاد المحلية ورفع مستوى البطالة وزيادة التنافس في المصادر المتضائلة. أصلا الشباب هم يرغبين في التطرق إلى تحديات البحرية الأفريقية التي تؤدي إلى الأزمات على البر. الاستراتيجية الأزرقاء الأفريقي الأمني التي تم تبنيها في 2019 تجعل ضم الشباب إلى الحوار شيء جوهري في الحكومات في الرغبة في التغيير المؤسساتي. إنها تزيد وتظهر أهمية وخطورة تهميش الشباب وأهمية تمكينهم في القضايا الزراعية والاقتصادية التي تؤدي إلى التنمية الاقتصادية. لدينا ثلاث أجزاء وأهداف رئيسية لهذا الجلسة لهذا الصباح. أولا هي أن نوسع المفهوم وأن نشاطر المشاركات الفضلة للشباب في موضوع الأمن البحري لأفريقيا. ثانيا أن نتفحص الدروس التي تعلمناها من التجربة والطرق العملية على كيفية إدخال الشباب وصوتهم في موضوع الأمن البحري في أفريقيا. وثالث هدف هي أن نبرز الخطوط الرئيسية لمنظور الحكومات حول موضوع الأمن البحري وكيف إنها تؤدي إلى التغيير المستدام والمهم من أجل تمكين الشباب في موضوع الأمن والسلام. لدينا ثلاث متحدثين ممتازين لمساعدتنا في هذا الحوار. أول لهم ستيفاني أوسيرا شاندورف، تعاملت معنا لمدة 8 سنوات كباحثة في مجال موضوع الحكم والأمن البحري. في هذا الدور هي كانت عضوة في لجنة الخبراء الأفارقة حول موضوع كيفية بناء المسودات الأولية، وأيضا هي المؤلفة لشركة المسودة الخاصة الأمنية الأفريقية تحت الإشراف الأمريكي. أيضا أعطت ستيفاني خبرتها لهيئات أمنية وورش عمل أخرى منها الجي 7 بلس بلس وأصدقاء المجالس الأفريقية والمؤتمر السابع العالمي الأفريقي التي عقدت في كوريا الجنوبية، حيث ترأست جلسة تقنية فنية. ستيفاني لديها شهادة الـ MNC في الدفاع والسياسة الدولية وعملت مع هيئة الأركان في غانا، وهي خريجة برنامج القادة الأفارقة الشباب للاتحاد الأوروبي جامعة الاتحاد الأوروبي. سيكون لدينا متحدث ثاني أيضا الدكتور إيفي أوكافوياود، هي منسقة اتصالات ومتحدثة وزميلة دراسية في جلي سنت أندروز للتطوير في سكوتلاند. اليوم أظهرت بحوثها
أنماط استدامية جيدة بحرية وبناء الحكومة والحوكمة وأيضا طبيعة الجرائم البحرية التي تحصل وموضوع استنزاف الموارد البحرية وتأثيرها على الفقر والأمن. البحوث الحالية تظهر التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمنابع صيد السمك والمرافق وتأثيراتها على المجتمعات بالأخص المرأة والممارسات الإيكولوجية مع التعامل الحكومي وكيفية القيام بها بطريقة مستدامة وإجراءات صالحة. دكتور أكوفري كارو لديها بي اتش دي في الاستدامة وماجستير في حل النزاعات في جامعة كينغز في لندن. تيم ووكر الثالث متحدث معنا اليوم هو الأستاذ البحري والباحث الأقدم في معهد الأمن الاستراتيجي في بريتوريا، وهو يترأس مشروع تستهدف إلى تقوية الأمن البحري ومؤسساتها ومعاهدها الأفريقية منذ 2011. عمل لتقوية الأمن البحري كسياسة أولية للمنظمات مثل الاتحاد الأفريقي وأكواس وإيجات وسادك وعصبة بلدان المحيط الهندي، خريج جامعة رودز في ساوث أفريقيا في أفريقيا الجنوبية، حيث لديه بكالوريوس وماجستير في الدراسات السياسية والدولية. فلنبدأ، لا بأس، فلنبدأ بسؤال لدي محضر للدكتور إيفي أوكافور ياود. دكتور إيفي، هل بالإمكان إذا سمحت كيف أنه موضوع الافتقار إلى التعليم وتأثيرها على فرص العمل تؤثر على توجه الناس إلى الممارسات الغير قانونية للقوت؟ شكرا جزيلا لهذا السؤال، وشكرا جزيلا للدعوة لكي أعطي بشيء من معلوماتي إلى هذا الجلسة. أعتقد أولا كي نفهم الرابط ما بين المستوى التعليمي للناس أو الافتقار إلى التعليم والبطالة في المجتمعات الساحلية، علينا أن نفهم أيضا ما يراه الشباب كفرص أمامهم في هذه الأماكن التي تكثر في هذه الممارسات، مثل البلد في نيجيريا ومنطقة الدلتا الساحلية التي هي محظوظة بالمصادر النفطية الكثيرة والفرص المتعددة الكثيرة الموجودة، ثم نسبة الانعدام والفقر الموجود المتفشي، حيث الشباب لا يحسون بأن المصادر وهنالك خير من المنطقة، حيث إنها لا تفيدهم بشيء بحياتهم أو إنها تضيف إلى حياتهم. فعندئذ عندما تضع كل هذه العوامل مع بعض البعض ارتباطا بالتعليم المتدني، حيث الناس يفتقرون إلى التعليم المناسب، فهذا قد يؤدي بهم إلى التحول من وظيفة إلى وظيفة حيث الفرص أصلا معدومة وقليلة، وتزيد احتمالية وتكون الأحاسيس السيئة نحو الحكومة حيث الموارد كثيرة لكنها لا تدار بشكل جيد، وهذه كلها مع بعضها يمكنها أن تزيد جعل إحساس الشباب كي يدخلوا في الممارسات الغير قانونية. وأعطيت منها أمثلة في منطقة النيجر دلتا، بإمكانك أن ترى بعض الأمثلة من هذا في كابيندا، حيث الحركات الاستقلالية بدأت والتي تأتت بسبب هذه الغناء والمصادر المفتقرة للناس، ولكن الفائدة لا تراها الشعب. وأيضا حتى في السنغال هنالك أيضا ربط ما بين التعليم والبطالة واستمرارية تأجج المنطقة الغير سليمة والتي هي الشباب، حيث يحاولون على البقاء على قيد الحياة واستمروا على الترويج لهذه النعرات الاستيائية. فلو ذهبت إلى أفريقيا الجنوب مثلا في مواندا، حيث الكثير من البحوث الكثيرة الجارية هناك بغض النظر عن الرابط ما بين موضوع فترة كوفيد وعواقبها، شيء آخر ما لا نسمع عنه هي المجتمعات الساحلية في مثلا في DRC، حيث المصادر
والبيئة تم تلويثها، لكن مع ذلك في بالنسبة للأعداد لهذه المصادر فائدتها لا يراها المواطن العادي في المنطقة. وكل هذه الأشياء مع بعضها البعض بشكل أو بآخر تؤدي بالشباب إلى أن يتوجهوا من يأس إلى النشاطات الإجرامية، خاصة أنهم يؤمنون بأنهم يعرفون أنهم يعيشون بخيرات كثيرة لكن لا يرى منها، لكنها تعطيهم الوقود والقناعة، بالإضافة إلى الافتقار إلى التعليم التي تؤدي بهم. هذه بعض العناصر والروابط ما بين أي نسبة الأمية أو عدم التعليم العالي وسهولة الدخول في متاهات الأفعال الغير قانونية. شكرا على هذا التوضيح. لك يا تيم، دعني أسألك هذا، كيف يمكن للقادة الأفارقة أن يتعاملوا مع الشباب في اتخاذ القرارات التي تؤثر على الأمن البحري الإفريقي؟ شكرا وشيش، شكرا جزيلا على أنك طرحت علي أن أضم إلى هذا الحديث. يسرني أن أعطي بشيء من خبراتي التي أحس بأننا نواجهها ونجربها، ليس فقط من على المستوى الوطني وإنما تقريبا من منظور أعلى إلى الأسفل حتى أيضا، لأن الكثير من المصالح والدوافع والحركة التي تأتي من الأسفل، أي من الجذور، أي من الجماهير، فيها تزايد تعاطفي وقدرة للقادة على أن يستمعوا وأن لا يأخذوا بالشكل مجاني أو غير ثمين أصوات الشباب، وأيضا أن نفهم أيضا الشمولية وفائدة شمل الشباب في المجتمع، وهذا شيء كثيرا ما نحن نراقبها في الاتحاد الأفريقي أكثر وأكثر في المفوضية في الأمن والمجلس الأمني. لديهم برنامج جيد يديرونها، لديه خمسة من السفراء الشباب وأيضا مبعوث آخر من الاتحاد الأفريقي أيضا يرفع من مستوى التوعية والقادة على المستوى القومي. أيضا يشاركون في منصة للمشاركة في عمل خطة العمل الوطنية، وهما يعني وجهان لعملة واحدة، وأيضا التعاطف المتزايد عبر الاستماع إلى منظور الشباب على مستوى القاعدة الشعبية وفي المساعدة في تصميم المستقبل، اقتصاد المستقبلي، وكيف سيتم وضع الخطط بصورة أفضل للتصدي لتأثير تغير المناخ. يعني كل هذه الصفات هي جزء من هذه المناقشة، لأن على المستوى القومي وأيضا زيادة الوعي، وهذا بيشجعه الاتحاد الأفريقي وأيضا الجاليات أو المجتمعات الإقليمية. شكرا جزيلا تيم وستيفاني. سؤال لك ومرحبا بك، لماذا الأصوات ضم أصوات الشباب مهمة لضمان الأمن البحري في أفريقيا، ولماذا الشباب الأفارقة لابد أن يهتمون بهذه المسألة من الأمن البحري؟ شكرا جزيلا، وأعتذر أنني انضميت متأخرا بسبب مشكلة تقنية. أنا سعيدة أن هذا النقاش موجود بيننا، وسؤالك هو مسألة بكل بساطة. الحقيقة أن الشباب لديهم الحق أن يكونوا منخرطين بالنسبة للأمور المتعلقة بالأمن البحري والسلامة، فهذا بيسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للقارة الإفريقية، ولا يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر بدون أن نأخذ في الاعتبار منظور اللي هو أكبر قطاع في من السكان في هذه المنطقة. وبالنسبة لأفريقيا هم الشباب، ونحن نعلم أن 60% من تعداد سكان أفريقيا أقل من عمر 25 سنة، وهناك يعني كبير عدد كبير من الأفارقة هم ما بين 13 إلى 34 سنة. فالتقديرات عام 2030 تقول أن 75% من الأفارقة يكونوا تحت سن 35. هذا لا يعني أننا سوف يكون لدينا تعداد سكان في أفريقيا، هذه هي حقيقة، ولكن وراء ذلك هي بتؤشر إلى أن الشباب
هم سيكونوا أكبر طائفة في المجتمع ستتأثر بهذه التحديات، سواء كانت القرصنة أو الصيد الغير مشروع أو التلوث البحري. فهذه القارة الديمقراطية فيها عدد كبير من الشباب، والشباب لديهم الحق أن ينخرطوا في هذا الأمر يعني في ويتحدثون لهذه التحديات. والنقطة الثانية يعني هذا الجدل كان موجود من فترة طويلة أن الشباب هم يقودون الابتكار، ونسمع هذا الكلام كثير، ولكن السؤال هنا لماذا؟ لماذا؟ وسأقول لك ما أعتقد أنا، أن هذا الجيل من الشباب هناك أمور تحيز تاريخي موجود، وهذا يعني أننا استطعنا أن نأتي إلى المائدة بمنظور جديد وبدون تحيز. وأيضا لابد أن نعترف أن نحن الذين ولدوا في هذا الجيل، الشباب يمكن أن يتأقلمون على استخدام التكنولوجيات الجديدة والصاعدة، سواء كانت اللي هي المتطورة في التحليلات البحرية المتقدمة أو استخدام بعض الأدوات الضرورية للتعرف والاستجابة للأمور المتعلقة بالأمن البحري. والمتصل بذلك أيضا سوف أتحدث عنها قليلا، أتمنى أن تستطيع أن تتابعني في هذا التسلسل من الأفكار، كون أن هناك وعي متزايد بين الشباب بشأن الاستدامة، بعضها متعلق بالبحر، وبعض الدراسات أوضحت أن الشباب هم راضين بشأن البيئة، وهم الذين سوف يتصرفون بتغيير نحو تعديل المناخ. وسنساعد الشباب الصغار عندما نساعدهم أن يعرفوا أن مثل المحيطات كلها متواصلة، فكلها متداخلة مع بعض. وكمسألة عواقب أن استدامة المحيطات وأيضا استدامة البيئة المناخ لا يمكن أن نضمنها في وجود الصيد الغير مشروع وعمل القرصنة. فنحن نعلم أن الشباب قلقين بشأن هذه الأمور، فدعنا ننظر إلى هذه المسألة لكي نجذبهم إلى التحدث عن سلامة والأمن البحري، ونأمل أن نستمر في الحوار حول هذا الموضوع. هذا رائع، شكرا جزيلا على هذه الإجابة الشاملة. نعود إلى الدكتور يارود، ما هي المبادرات التي قد نفذوها القادة الأفارقة التي تؤثر على الشباب، التي تؤثر على الاقتصاد والأمن البحري والسلامة في القارة الأفريقية؟ مرة أخرى شكرا جزيلا. سهل جدا أن نقول أن هناك يعني اعتراف على المستوى القارة، وأن الشباب لديهم دورا كبيرا يلعبونه نحو السلام والأمن. وأيضا في عام 2006 في بعد قرار الأمم المتحدة حول السلامة والأمن ومقدمة الأمم الشباب من أجل السلام في عام 2018 من قبل الاتحاد الأفريقي، ولكن عندما يتعلق الأمر إلى الأمور الاقتصادية ولا يبدو أن هناك اعتراف أو احتياج لتركز حول الأمن البحري حتى في هذه الوثائق والتركيز على الشباب. فهذا لم يتطرق إلى الحقائق أن الأمن البحري ليس بنفس المستوى على الأرض، وهناك صراع في القارة الأفريقية وبسبب منطقة بسبب الموارد المختلفة والعنف الموجود ما بين الصيادين المحليين. وسأعطيكم أمثلة في نيجيريا وكمينة وأنغولا وروان عندو دي آر سي، وكيف أن الموارد الموجودة في المحيطات بتؤثر على البيئة. وأيضا ممكن أن نتحدث عن
عن الأمازون والكاميرون، أن هذا الصراع الموجود يبدو أن هناك فشل في الاعتراف بأهمية ربما الأمور المتعلقة بالبيئة والأمن البحري في هذا الميثاق، وأيضا الفرصة التي يمكن أن تقدم من قبل الاستراتيجيات المختلفة. تحدثت عنها في مقدمة كلامك على كيف أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورا. نعم، بيذكر الشباب، ولكن بيتم ذكر الشباب على أساس أنهم في محل ضعف وناحية ثقافية، ولكن عندما يتطرق الأمر إلى الدور المحتمل اللي ممكن يلعبه الشباب مثلا في السياحة، وحتى عندما المشاكل الأمنية والابتكار، إن الشباب يمكن أن يكون دعم في بالنسبة لي الأمن السيبراني وغيره. يبدو أن هناك فشل في الاعتراف بذلك، وهناك أيضا الميثاق الأفريقي للنقل البحري لم يذكر أي شيء بخصوص الشباب. فأعتقد من حيث المبدأ هناك هذا الاعتراف أن الشباب لديهم دورا يلعبونه عندما يتعلق الأمر إلى السلام والأمن البحري، ولكن على الأمور المتعلقة بالأرض ولكن الاعتراف محدود جدا بالنسبة للمجال البحري أو المشاركة فيه. وأيضا الأشخاص الذين يقللون من السلامة، فلكن الأمل لم يفقد، بحيث أن لدينا هذا المساحة وعلى المستوى القارة الأدوار التي يمكن أن نلعبها، وأن هناك فرصة لهذه السياسات والدراسات التي والدروس المستفادة منها التي تؤكد على أن السياسة ستضم الجميع وتعترف بالأمور الاستراتيجية وأن الشباب والاقتصاد الأزرق وغيره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا تيم. سؤال بالنسبة لك، أين هما الثلاث خطوات الرئيسية اللي ممكن يأخذونها اللاعبين في مجال الأمن البحري يتأكدون أن الشباب وغيرهم الذين هم مهمشين في هذه القضية لانخراطهم في والمشاركة الفعالة في وضع هذه الأمور؟ شكرا على هذا السؤال. ونبدأ بأن نعكس على ما قالته دكتورة، بحيث عدم ذكر الشباب هذه مسألة مشكلة عندما تجلس وتتدن ما هي الثلاث خطوات الرئيسية. وفي هذا الإطار لابد أن نعمل مع التوثيق والمؤتمرات، ويعني هناك صمت في هذه الأمور، ومن أحد الخطوات الضرورية هي أن إعادة النظر في القارة، وكيف أن هذه الوثائق بينظر إليها في المستقبل، حيث نتأكد أنها مفتوحة لهذه التغيرات والتنبؤات بزيادة السكان في القارة الأفريقية. وهو عمل إيجابي والآخر يعتبر سلبي من حيث الوقاية أو نوقف بعض الأعمال. ومن أحد الأمور اللي هي تحول الشباب نحو الأمن، ذكر الشباب هي ليست جيدة من حيث أن العلاقات معهم وأن تكون مفهومة ما بين مجالية الشباب وماذا تعني من حيث الموضوع الأمني. فحقيقة أن أحيانا ممكن تكون من حيث الفساد أو الوقاية أو الميل قد تلعب دورا كبيرا منذ البداية، وتوجيه الحوار في اتجاه معين لا تقود إلى الخطوات التي تنتج عنها اختلاف السياسات والخيارات أخرى. بالنسبة لي مسألة التمكين، حيث على المستوى القومي هناك يعني رؤية أن الحكومات وعلى المستوى المدن والمحافظات بتنظر إلى خطط مستقبلية وطنية أو خطط عمل، حيث تتأكد أن هناك
الثقة، ثقة الشباب، وأنهم استمعوا أن هناك ضم الشباب وفرص لهم، حيث أن هناك العديد من الأبطال هناك لهم يبحثون عن خلق فرص اقتصادية، ليس فقط التصدي إلى تحديات ارتفاع منسوب سطح البحار والمكاسب المالية، ولكن التأقلم على الأمور، وتأكد أنها جزء رئيسي من مستقبلهم ومستقبل قرنائهم وسياسات المستوى القومي. لابد أن تتأكد أنها تضم ولا تستمر بدون أن يكون هناك دمج كامل لمنظور الشباب، سواء بصورة فردية أو بصورة مجمعة. أعتقد أن هذه هي الخطوات الرئيسية التي يجب أن نتخذها لكي نتأكد أن مسألة التهميش يتم تقليلها، وأيضا أن الفرص تكون أفضل للشباب. شكرا جزيلا تيم على هذه الإجابة. ستيفاني، لماذا، ما هي العناصر الرئيسية التي تؤثر على المواطنين خاصة من منظور الشباب حول الحوكمة والأمن البحري في القارة الأفريقية؟ شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن ما قاله الزميل، أن الروايات التي بيتعرضون لها الشباب في بيوتهم وفي المجتمعات وحتى في المدارس عن الحكم المحيطات، وهذه الروايات هي رفيعة، وأنها يعني حتى الشباب عندما يعرفون شيئا بشأن أهمية المحيطات لا يعرفون شيئا عن التحديات الأمنية التي تواجهها. هذه الحالة بالنسبة لي عندما كنت أترعرع لم أكن أعرف أي فكرة أن الأمن البحري مسألة مهمة أو أقلق. سمعت عن القرصنة وغيرها، ولكن أغلب الشباب، مثل أغلب الشباب، كل شيء كنت أعرفه كان من السينما، أن القراصنة هم أشخاص يرتدون قبعات غريبة الشكل وأيضا يسرقون السفن. فلماذا يقلق شكل بشأن المشاكل، مشكلة القرصنة؟ وهذا المفهوم صحيح. ومنذ عدة أسابيع سألت ابنتي ماذا تريدين أن تكوني عندما تكبرين بالعمر. أنا أريد أن أكون قرصنة. فقال تعتقد أنها شيء مسألة مثيرة، فهذه الأشياء هي التي تغير مفهوم الشباب، وبالنسبة للشخص الصغير بالعمر، فلذلك مسألة الجرائم البحرية ومن حيث الشباب في المناطق الساحلية الذين يتأثرون، ربما الوضع مختلف. أما مسألة الحوكمة البحرية قد تكون مسألة طويلة الأمد بالنسبة للشباب في النيجر، وأيضا اللي بيشاركوا في التمرد البحري، لأنهم شاهدوا أولا بأولا تأثيرها على بيئتهم. فمسألة الحوكمة البحرية إنها غير كافية، بحيث أنها تعرقل الأنظمة اللي هي الأخرى من العدالة. فكيف أن التجارب الشخصية ممكن أن تغير من المفاهيم بالنسبة للأمن البحري، سواء كنا نتحدث عن التجارب الشخصية أو التوزيع المعلومات ووسائل الإعلام أو القيم الثقافية في المجتمعات، أو كنا بنتكلم عن عدم الاستقرار السياسي والدور الذي يلعبه في تشكيل هذه المفاهيم. أعتقد أن هذا النقاش بيرجع إلى مسألة المعرفة بالمحيطات، لأنها قد تكون مسألة حيوية وهامة. وأيضا هذا المفهوم الذي تراكم لدى الشباب عبر السنوات عن الأمن البحري والحوكمة البحرية، ولماذا أنه يعتبر مهم بالنسبة لهم، فكله بيتركز في النهاية إلى الثقافة بشأن المحيطات. شكرا جزيلا ستيفاني. دعني أعود إلى دكتورة ياروود ونسأل هذا السؤال: كيف يمكن بناء القدرات، برامج بناء القدرات وتطوير المبادرات
يمكنه أن تفتح المسالك للشباب في تقليل مخاطرهم للدخول في الجرائم أو التصرفات هذه، أو من أجل تقوية الأمن البحري. شكرا مرة أخرى على السؤال. أنا أقول إنه بناء القدرات والمبادرات من هذا النوع التي تأتي وراءها برامج تمكينية جيدة هي أحد السبل لتدريب الشباب والتي لديهم مهارات معينة تقنية يمكنها أن تزيد من قابلية تعيينهم أو توظيفهم أو تعطيهم الفرص كي يكونوا حلالين للمشاكل أو رواديين في مهن مختلفة، وقد يكونوا مؤثرين في موضوع تحسين وتقليل التغيير البيئي كحالين للمشاكل. الرغبة فيها تدريبهم، ولكنها شيء آخر أن تعطيهم فرصة كي يستعملوا مهاراتهم. فأقول على هذا أنه السبل والطرق لتقوية قدرات الشباب عبر المجتمعات هي تحسن من صحة البلدان الساحلية التي تمكن من بناء السلام، وعن طريق بناء السلام أنا أقصد توفير الاستدامة التنموية، والتي ليست هي الطريقة التي هي تكون هذا فقط في منتصف الموضوع. نحن نتحدث من جانب على موضوع الاستدامة وتغيير البيئة، فالسياسات تدخل التي تدفع بالناس نحو الفقر أكثر من جانب، وتؤدي بهم إلى دخول هاوية الحياة الإجرامي. الفكرة فيها أننا نريد ونطلب السلام بشكل صحيح. أعطيك مثال مثلا عن موضوع برنامج الأمنستي في النايتا دلتا، هي مثال ممتاز. المنطقة هنا في النيجر، حيث كيف القارة الأفريقية أو البلدان التي لديها مصادر قوية اقتصادية التي يمكن أن تفعل شيء خاطئ تؤدي بعواقب مختلفة، وفي نفس الوقت هي تعطي الفرص لبلدان أخرى، بلدان مثل السنغال التي هي تتأثر، بلدان مثل موريتانيا التي ستكون بلدان من هذا النوع. أي ما لا يفعلوه إذا لم تستغل الموارد بطريقة مفيدة وسليمة وصحيحة منذ الخطوة الأولى. ففي سنة 2009 الحكومة النيجيرية أعطت الإعفاء للمتمردين، أعتقدنا أنها ستكون شيء إيجابي، لكن بسبب هذا الناس تعلموا، لكن عبان رجوعهم ما كان لهم مردود فعلي، فأدت إلى تمكينهم إلى أن يغوصوا في عالم الإجرام بشكل أفضل، وهذا مشكلة. فالفكرة فيها أنه عن طريق السلام التي برنامج الأمنستي أعطتهم، علينا أن نبني السلام، ليس فقط أن نطالب. لكن الحكومة فشلت في القيام بذلك. في 2009 ثم 2016 رأينا ميليشيات جديدة أشد تكونت، يعني ظاهر على الظاهر أنه نحن قمنا بالوقاية، لكن من جانب آخر لم تنجح، وأصبح الناس مزعزعين للسلام بشكل أسوأ. فأعتقد أن البرامج يجب أن تكون قادرة على تحسين قدرات ومواهب الشباب كي تحسن من فرصهم التوظيفية، وأيضا أن نفتح من جانب آخر فرص التوظيف لهم كي تكتمل الصورة، في وقت أن الكثير من الشباب في القارة هم تقنيين وإنترنتيين لهم وعي عالي، فستكون أفضل أن ندربهم بشكل أحسن كي يدخلوا في مجالات مهنية أحسن. لأننا رأينا ما حصل في ساوث أفريقيا، في أفريقيا الجنوبية في 2000 إنه الأمن الإنترنتي يمكن أن تكون وجع رأس للقطاع البحري. هذه أمثلة كيف يمكن أن تأتي بالبرامج الغربية بطريقة دقيقة التي يمكن أن تكون استثمار جيد حول الاقتصاد الأزرق. مثلا المواصلات، استعمال الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وإظهار قلة الكفاءة والأداء وكيفية حل كثير من نقاط الضعف في مشاكل الأمن البحري، وأيضا أن نقوي من إمكانيات الاقتصاد الأزرق التي هي ستكون الواجهة المقبلة للاقتصاد الأفريقي التنموية. الشباب هم القادرين على أن يكونوا وأن يؤدوا بهذا.
الفكرة فيها أنه القارة كلها يمكنها عن طريق القيادة الصالحة أن تؤسس سياسات إيجابية صالحة. شكرا، شكرا جزيلا. تيم، ما هي البعض من الظروف الرئيسية التي تؤدي بالزعزعة في القطاع الأمني البحري؟ وكيف يمكن للشباب في المستقبل أن يكون لهم دور بشكل إيجابي؟ شكرا. الإطار العمل، رجوعا إلى ما قلته قبل قليل، إنه ليست عنصر مساعد، فهنالك كلمات كثيرة ومفاهيم ترمى بالنقاش، يعني تفاقمات، انحناءات إحصائية. السؤال هنا هي أنه كيف نصيغ أو نضع الشباب بمفهومهم التعريفي للصورة الأوسع، عناية باللغة المنطوقة. وأنا أرى بتزايد أكثر أنه تقلل المساحات، الفرص للشرائح، للاعدادات عبر المناطق الساحلية خاصة في أفريقيا الغربية، بإحساس وإدراك بأنه هنالك أهمية لتنامي الحركة الاجتماعية. هنالك البعض من أصدقائي الذين كتبوا مقالات فتحوا فيها موضوع ارتفاع المنسوب البحر على المناطق الساحلية وتأثيراتها. هي أحد الظروف الرئيسية التي لا تؤدي فقط إلى المخاطر الاجتماعية، وإنما تؤدي بمثلا ضياع المساحات الأرضية التي توجد فيها مساكن أو محلات تجارية، وأراضي قديمة من الأجداد تهدد، والتي هي يعني مشكلة ستستمر لمدى طويل، والتي ستؤدي إلى زعزعة أمنية قد لا تكون دائما لها أولوية، لكن ستكون من الأفيد لو تم وضعها بأولوية، على الأقل عن طريق فتح الحوار حولها أو سلسلة حوارات تأتي بهذه الملاحظات، الذين سيكونوا للناس التي تشملهم النقاش العايشين في المنطقة نحو المستقبل. طبعا فأنا أتحدث عن الحركة الاجتماعية، بعض الزملاء الآخرين علقوا على موضوع الانتقال بسبب التغير البيئي والمناخي، التي هنالك تقلص ساحلي، حيث هنالك تزايد محتمل إحصائي أن تحصل، فستكون هنالك نوع من التعصير أو الزخم الإضافي على المساحات الأرضية المتضايقة أكثر وأكثر، التي هي نقاشات محدودة حاليا، والمشكلة فيها الافتقار إلى توفير الحلول. هي من الظروف المهمة أيضا التي يجب، كثيرا ما ننسى ونغض النظر عن هذه البقاع العمياء، عن مثلا قضايا موضوع التعليم التي غصنا فيها لفترة مع ستيفاني ومقالته حول موضوع الفهم والإدراك حول العالم البحري. الفكرة ليست المناصرة للشباب لإظهار ما هو مهم، وإنما أيضا أن نكون منخرطين مع الناس أصلا هم يستعملون الوسائط الإعلامية لمشاطرة خبراتهم ومفاهيمهم وتجاربهم حول كيفية الحياة على الخط الساحلي الرفيع ما بين البر والبحر، التي هي تمر بمرحلة انتقالية وتغيرات. سيكون في الكثير من الملايين من الآخرين في المستقبل، وكقارة فتية داخلة في عالم التكنولوجيا الحديث، هنالك قصص وأبطال وناس مؤثرين اجتماعيا هم عاملين بشكل شغوف بهذا المجال. فهذا فترة مثيرة أو أصوات مثيرة نحن نرى صداها ونحن نتعامل معها، لكن على المستوى الأعلى نحن نرى جوانب كثيرة منها لا تصل إلى المستوى القرار السياسي. فهذه أحد النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها. شكرا جزيلا يا تيم. ستيفاني، ونحن نصل إلى نهاية هذا الجزء من الحديث والحوار، أود أن أسمع رأيك عن كيف يمكن مفهوم ومبدأ بناء القدرات وتطوير المهارات، هذه النوع من المبادرات يمكنها أن تعطي بدائل ومسالك حياتية، إذا يمكن أن تضيف شيء لهذا المفهوم. نعم، شكرا جزيلا، شكرا. أنا مسرورة جدا
أنا نظرت إلى هذه المسألة على الموضوع بناء القدرات التقنية لأنها عبارة عن جوانب جوهرية تمكينية للناس. ما هو مهم أيضا أن ننظر إلى الصورة بشكل متكامل. هنالك جانبين لهذا عندما يأتي إلى موضوع تحضير الشباب لهذا الدور. واحد منها طبعا وكما رأينا هي كيفية رفع مستوى معرفتهم التقنية حول تهديدات الأمن البحري، وهنالك جانب آخر أيضا التي فكرنا فيها هي بإفهام وإقناع الشباب بأنهم قادرين على خلق التغيير. وللشباب الأفارقة هذا بالذات مهم، لأننا تربينا في بيئة وجو ومفهوم وحيث هنالك أشياء متعددة تبعدنا عن هذه النوع من القناعة، أي نكون غير قادرين أو شكاكين بأنفسنا أي قدراتنا على أن نكون ونخلق التغيير. فهذه من أهم المشاكل التي علينا أن نواجهها في مضمار الحوار الشبابي، لأنه أعتقد أنه يمكن أن نبني القدرات التقنية في الشباب بقدر ما يمكن أو نريد، لكن في نهاية اليوم إذا أنا كشاب أو شابة لدي كل التدريبات الممكنة لحال المفاهيم الحالية، إذا وضعت على قاعدة دولية وكنت أشك بقدرتي وشكيت بقابلياتي، كوني أنا أشك بعمري ونضوجي في كل التدريبات التي تلقيتها لا تساوي شيء، لأنه عندئذ لا أحس بقناعة بأنني قادر على القيام بشيء. فعندما نتحدث على بناء القدرات من ناحية أي تمكين الشباب، فمن المهم أيضا أن ننظر إلى هذا الجانب المهم لها، أن نجعل الشباب أن يتحركوا من نمط التفكير بأنهم أفارقة ومحدودين نحو الجوانب الإيجابية والقناعات الأكثر تفاؤلا، لأنه كما تعلم أن عالم الأمن البحري منطقة و مجال واسع، وأنه لدينا القدرة على أن نعطي ونهب بشيء من المعرفة والمعنى للنقاش. فهذا أحد الأبعاد التي حبيت أن أضعها أمام العيون، لأنه عندما نتحدث عنها مثل موضوع بناء القدرات والسعة وتدريب هذا الجانب مهمل، فعلينا أن يعرف الشباب ما هم قادرين عليه من ناحية القدرات. دكتور ياود، رجوعا لك، قمت ب عمل ممتاز بالربط ما بين صيد السمك في الأماكن الملاحية والأمن الوطني. كيف الشباب منخرطين في موضوع صيد السمك البحري، ولماذا الشباب يجب أن يكونوا خائفين من هذه الممارسة المنتشرة؟ شكرا للسؤال. أعتقد أولاً علينا أن نفكر بانخراط الشباب في العالم الجريمة، خاصة عندما نتحدث عن الصيد السمك الغير قانوني. فهنالك جانب لهم أو للصيادين عامة التي لا ينظر إليها كجريمة، إنما هي الموضوع العيش يومياً. فنحن نتبع السمك مثلاً. نحن وأيضاً لا نصطاد عدد كافي من الأسماك، فلابد أن نفعل ما نضطر أن نفعله لدعم عائلاتنا. أعتقد أن المشكلة الرئيسية هي كيف أن الحكومات أو القارة الأفريقية ككل بتتعامل مع هذه المسألة، مسألة المصايد الأسماك التي بدأت أن تقل، وحتى الذين يشتغلون في مجال الصيد الأسماك أن الأسماك بتمثل أمن غذائي في أفريقيا وحتى في نيجيريا بيعتمدون عليها. فهذه الإحصائيات على المستوى أن 9 مليون شخص يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر للغذاء، فالاعتراف وفهم أهمية المحيطات، لأننا لا نقوم بجمع البيانات، فإذا لم يكن هناك بيانات متوفرة فبالتالي لم نفهم إلى أي مدى نكون هناك مشاكل موجودة في بعض المناطق وكيف يمكن أن نتصدى لهذه المشاكل. ففي كثير من الأحيان
الشباب لا يعتقدون أنهم يرتكبون جرائم بالإضافة إلى الأنماط الأخرى، ولكن بالنسبة على سبيل المثال أنا بعطي مثال، يعني في مجتمعات كثيرة الذين مثلا اللي هو سرقة النفط لا يرون أنهم يفعلون أي شيء خطأ، يعتقدون أن هذا حقا لهم وأن هذه الموارد موجودة ومتاحة، وبالتالي هو بيأخذ مصدر هو بيمتلكه لحيث يستطيع أن يقوم برعاية عائلته. فمهم جدا أننا نعترف بأن الدور المهم الذي يلعبه الشباب وخاصة في الاقتصاد الأزرق، وأنه هو الجسر الذي يشارك في استدامة النمو المستدام في القارة الأفريقية، لابد أن نعترف بأهمية سيادة القانون والحكومة تكون أخلاقية حيث أنها توفر للناس وأن يكون ويقل الفساد على مستوى الحكومات، حيث أن الناس تتوفر لديهم الموارد التي يحتاجونها، فلا يمكن أن نناقشها بصورة منفصلة، وأن المصادر التي تؤخذ من المناطق الساحلية هذه قد تسير في مسافة بعيدة من حيث الأشخاص اللي هم ممكن أن يميلون إلى ارتكاب بعض الجرائم عندما يكون هناك سيادة للقانون، لأنهم يعلمون أنهم إذا تم الإمساك بهم سيعاقبون من الناحية القانونية، وأن هناك فرص أخرى ليس بالضرورة أن ينخرطون في الجرائم، وأن هذه فرصة عظيمة للقارة الأفريقية أن تضم الشباب في النقاش حول موضوع الاقتصاد الأزرق والأمن البحري والسلامة البحرية، ولكي يتأكدون أن الموارد المختلفة في المناطق الساحلية وفي القارة ستساعد في تحسين حياة الشباب الأفارقة والعائلات والأجيال القادمة. شكرا جزيلا. نحن بنتحدث عن الاقتصاد الأزرق وأيضاً الساحات الزرقاء، فماذا عن الدول الأفريقية التي ليس لديها وصول إلى هذه الأمور، ونريد أن نتأكد أنهم أيضاً يتم الإشارة إليهم في هذا الحوار؟ وهذا السؤال لك يا تيم، ماذا عن هذه الدول وكيف أن منظورها يؤخذ في الاعتبار؟ شكراً جزيلاً. ومهم جداً أن كثير من الأبطال الشباب من الأرض وحتى المناطق اللي هي الدول اللي هي ليست محاطة ببحار أو محيطات تلعب أدوار في منتديات مختلفة، يوم المحيط العالمي واللجنة الاستشارية للشباب من دول مثل أوغندا، زيمبابوي وأيضا بعض الأماكن الأخرى الأفريقية حسب ما أتذكر. فهناك تحديد أن خلال الدراسات التي تمت من حيث في الجامعات عن المحيطات أو المصايد الأسماك، وجدت أن اهتمام في إذا عدنا إلى الوراء من المنظور التاريخي الذي الدور الذي لعبته الدول اللي هي الغير محظوظة من حيث موقعها الجغرافي، وأيضا تخصيص المصادر الموارد المختلفة الأساسية للبشر. يعني كثير من الدول اللي هي أو من الدول اللي هي اللي لا يوجد تعاون لها بحار أو محيطات، بعضها فيها بحيرات وبثلاثة أو أربعة لديهم صلاحية ببعض هذه المياه، وحتى إذا لم نكن نستطيع أن نناقش من حيث قانون البحار الفرق اللي موجود، ولكن فكرة أن الدول عندما تواجه بفرص للتنمية
المحتملة في المناطق المحتملة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار مع الجيران مثلا، وفي بعض المناطق حيث الغاز الطبيعي والنفط، وأن الحدود لم تحدد بعد أو غير خاضعة لأي اتفاقية أو معاهدة. ليس بمعنى أن يكون هناك صراع بين القوات المسلحة، لكن ما بين المواطنين، ما بين الصيادون، شاهدناها في بعض المجتمعات. وأيضا ستتعرض إلى أيضا أمور أخرى، كما ذكرت سابقا عدد من الأشخاص الذين أجبروا على أن ينتقلوا بسبب موضوع تغير المناخ، أو انتقلوا إلى مناطق فيها فرص عمل أفضل، أو المناطق البحيرات التي تعتبر مصدر للمياه ومصدر للطعام وأيضا مصدر للانتقال وسائل النقل. فبالتالي هي موجودة منذ بداية التاريخ، ولكن وجود هذا الوسط بين هذا الحوار أو النقاش والإطار الجديد، يعني الدكتور أوكفور ذكرت دور الشباب والمنصات مثل الاتحاد الأفريقي والجاليات الاقتصادية الدولية، وأيضا مع المجتمعات الساحلية والتي تتواجد حول البحيرات. ومثالين على ذلك عندما نتحدث عن حوض منطقة البحيرات العظمى وليك تشاد، التي ليس لديها أي علاقة بالأمور المتعلقة بالبحيرات، قد تكون أمور يعني أرضية، وأيضا وضع المناطق نفسها بسبب طبيعتها البحرية أو طبيعتها البحيرات. هذا يجب أيضا أن نأخذه في الاعتبار، وشكرا جزيلا. نحن وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من الحوار، والآن سوف أعطي الميكروفون إلى زميلي الدكتور جول أميغبو. وقبل أن أفعل ذلك، ربما سؤال آخر أخير لك يتم بالنسبة للإطار الحالي الموجود، الموضوع في القارة الأفريقية. فهل في عام 2015 هذه بالنسبة للدول التي لا توجد حولها بحار أو محيطات، لكن نعود إلى الشباب في الأمن والأمن البحري، كيف أن هذه الأطر، كيف يتم التعامل مع الشباب؟ إجابة سريعة، لكن هي ليست بكل صور معتمدة على التنبؤات أو التحليلات أو حتى ما يقوله الشباب. ذكرنا البعض المحدود، ولكن تأثير القانون الأوندي، بعض أغلبنا الذين المستمعين أو اللي هم المشاركين في اللجنة هذه الحلقة المناقشة، نتأكد من أن انعكاسات أو الرؤية الموجودة هي بتعتمد على أن نأتي بهذه وجهات النظر المختلفة، ولوثيقة قانون أوندي اللي هي المشتقة من عام 2009 لديها نطاق أكبر عن موضوع القرصنة، وبتتحدث من دولة إلى دولة والمهام والمسؤوليات والحقوق، وأيضا بالنسبة للشبكات الدولية، وأيضا الاتصال الموجود ما بين الشباب بغض النظر عن الجنسية. هذا بيعتبر جانب رائع جدا من الحياة في هذا العصر والزمان. وأيضا يعني النظر إلى هذا المنظور وزيادة الوعي، أنهم هم الذين سوف يصبحون القادة، وهم الذين سوف يجلسون ويجرون المراجعة القادمة المستقبلية حول هذا الموضوع. وشكرا جزيلا، شكرا
تيم والدكتور أميجبو. شكرا دكتور ملكية، هذا الحوار مثمر جدا. سأبدأ في مسألة طرح الأسئلة. أنا نظرت إلى بعض الأسئلة التي طرحها بعض الزملاء. سأبدأ بالدكتور ملكاش وثم بعد ذلك سوف أنتهي بتيم. أما بالنسبة للدكتور ملكاش، السؤال الأول بالنسبة له، نحن انتهينا من الفعاليات في البرتغال مؤخرا، وسنريد أن نعرف منك بعض المقترحات أو النتائج من هذه الفعالية في البرتغال، ويمكن أن تصفها قليلا أمام الغير حتى حيث يفهمون ما هي الفعالية. فأعطيك ثانيتين تفكر في السؤال قبل أن أعود لك. وأيضا أود أن أنتقل إلى الدكتور ياهو. بالنسبة للناحية العملية، من جانب العملي، هناك زملاء يسألون أن الشباب في القارة الأفريقية لديهم بعض المهارات المتوفرة لديهم وليس لديهم عمل، فماذا نستطيع أن نفعله نحن أو القادة حيث نستطيع أن نخلق البيئة للشباب حيث تتوفر لديهم الوظائف الذين يحتاجون إلى العمل؟ وإذا لم تتوفر الوظائف، هل يمكن أن نجبرهم أو ندفعهم ألا يدخلون في الأمور الغير مشروعة أو الغير قانونية؟ وصديقتي العزيزة ستيفاني، هناك سؤال عن العودة إلى بعض الأمور التي ذكرتها، لو ممكن توضحين كيف أن مشاركة الشباب أو كيف أنها تساعد في سلامة المحيطات أو الاقتصاد الأزرق. نبدأ بالدكتور ملكاش ثم الدكتور ياهو وستيفاني ثم نعود إلى تيم في الآخر. تفضل. شكرا جزيلا. نحن عندما أقول نحن نتحدث عن مركز الأفريقي والجاريسات ومارشال سنتر ومركز الأطلسي، قمنا بعمل فعالية في لسبون تركز على المحيط الأطلسي، ولأول مرة في التاريخ أتينا يعني كل الحوض المحيط الأطلسي. وكما تعرفون أن النقاش حول المحيط الأطلسي عادة بتكون غير مقسمة، عندما تحدث عن الشمال المحيط الأطلسي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي، لا يوجد شخص يعني أو شخص فتح هذا الحوار سابقا، وجلس وأفريقيون واللاتينيون والأوروبيين والأمريكيون للنظر في التحديات المشتركة التي تواجهنا. كما تعلمون أن الأسماك لا تحتاج إلى جوازات سفر، والقراصنة لا يهتمون بشأن جوازات السفر. كل العناصر الإجرامية لا تتبع القانون أو المعايير التي نلتزم بها نحن. فالتحديات التي تشكلها لنا هي كبيرة، فلابد أن نتعامل معها كجهد مشترك، وهذا ما فعلناه في البرتغال، وتعاملنا مع القرصنة وتجارة المخدرات والصيد غير المشروع والإتجار بالبشر وكل التحديات التي تواجهنا. ولكن السؤال الرئيسي، كيف نستطيع معا أن التصدي إلى هذه القضايا، ليست فقط كأوروبيين أو أفارقة أو أمريكيين لاتينيين، كيف أننا نستطيع أن نجتمع ونتصدى لهذه القضايا بدون انقسام؟ لأننا إذا انقسمنا قد يكون لدينا بعض المشاكل الأكبر، أما إذا اتحدنا وتصدينا لهذه المشاكل بصورة مشتركة. هذا باختصار كان موضوع الفعالية التي حدثت في لسبون. شكرا دكتور ملكش، سوف نعود إليك مرة أخرى لأنك كنت في البرتغال، ونريد أن أسمع أيضا منك عن الفعالية في البرتغال وملخص لها وبعض الأمور النقاط الهامة التي خرجنا بها. الدكتور أوكافور فلتتفضل. مشكورة، شكرا جزيلا في لطرح هذا السؤال. وأود أن أقول أن الحكومات لابد أن توفر الفرص إلى الشباب في المناطق الساحلية حيث أن يكونوا
يشاركوا أو يساهموا في اتخاذ القرارات. وأيضا أعتقد أن في هذا الزمان والوقت والزمن ما هي مصالحنا. أنا ممكن أتحدث عني أنا وأقول لك أن ما أموري بشأن اهتمامي بشأن المحيط، أن تعليمي كان مهتم بها. لم أحصل على منحة، كنت أشتغل في وقت الليل وأذهب إلى المدرسة في الصباح، فأنا حاولت أن أخذ هذه المعلومات. وأنا بتحدث إلى الأفارقة الذين يستمعون، ممكن تستفيدون من التكنولوجيا إذا كان لديكم معرفة بالبحر، حتى إذا كانت قليلة، أو شخص في يعيش في مجتمع ساحلي، فكطريقة تقول بها للناس أن هذه القضايا التي أنا هي مهمة جدا، وممكن أن يكون لدي دور ألعبه في حل هذه المشكلة. وهذا الشيء بيوفر فرصة لنا، وهناك بعض الأشخاص لديهم اهتمامات مشتركة ويستغلون. والنقطة الثانية هي أن نراجع حق الأماكن المتعلقة بالوكالات المتعلقة بالأمن البحري، وأحياناً نريد أن نكتب إليهم، وأحياناً يعني كشخص صغير بالعمر أو شاب أنا لدي المعرفة، لكن لا أشعر أنني ممكن أن أتحدث نيابة عن أفريقيا أو المجتمعات الساحلية. فأتحدث المشكلة مع أي شخص، إذا نظرت إليها من ناحية الاستراتيجية سترى أن كيف أن القضايا بتؤثر على الناس بصورة مختلفة. نحن بنتحدث عن تفسيرنا لما حدث أو ما انتقل إلينا عبر الأجيال. لابد أن تكون هناك هذه الثقة كشباب أن هناك أشخاص آخرون مهتمين بالعمل الذي تقومون به والفرص المتاحة، فلابد أن يكون عندك هذا الإيمان بنفسك وأن لديك جانب ممكن تشارك به، قد يكون بطيئا لكن عندما يأتي الوقت الناس سوف يستمعون إليك والفرص ستأتي الفرص. ولذلك أنا شعاري هو ابني وسوف يأتون هم، فهذا بالنسبة للأفارقة الذين يسمعون إلي. فنحاول أن نعلم من الذي هو المتاح على الإنترنت، وثم نتبع الوكالات المختلفة أو الحكومات اللي تشتغل على نفس القضية، وكيف يمكن أن نوقف الشباب عن المشاركة في الأمور الإجرامية. فهناك أشخاص عندهم هم محبطين، وأنا تعلمت أن بعد حدث في ساحل الكاميرون أحد الشباب أو المجرمين اللي كانوا يتهاجموا على سفن صيد وقتلوا. فهذا يقول لك أن اليأس الموجود عند الشباب أنهم ليس لديهم وظيفة سوف يفعلون ذلك. وفي عام 2021 مع بنسني في السفينة الدنماركية، والتي شخص أحد المجرمين الذي تم القبض عليه قال أنه كان رجل صياد وانضم إلى القراصنة لم يكن لديه وظيفة. وفي أنغولا ورواندا الشباب يستخدمون الشباب يقولون أنهم صيادون، ولكن هدفهم هو أنهم يريدون أن يهاجمون بعض السفن إذا كانوا رجال الأمن لا ينظرون إليهم. فالناس عندما يكونوا يائسين في عالم اليوم سيفعلون أي شيء، والمجرمون سوف يستغلون ذلك. ولذلك حكومتنا لابد أن تؤكد أن هناك سيادة للقانون، أنهم يحاربون الفساد وأن يسنون القوانين الضرورية، حيث أن الناس عندما يرتكبون الجرائم أو إذا تم اعتقالهم، لأن هذا قد يكون هو الشيء الوحيد الرادع لهم للمشاركة في الجرائم في المجتمعات الساحلية، وأن تكون هناك مقاضاة لهم. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة ستيفاني. قبل أن أسأل السؤال لتيم كي يفكر فيها، لدينا سؤال على الإنترنت من زميل من الصومال يسأل ويريد أن يعرف. الصوماليين لديهم حوالي 75% من الشباب في بطالة،
وسؤاله كيف يمكن أن نعمل بشكل ناشط مع الشباب في الصومال كي على قضايا المسائل الأمن والأمن البحري كي يصلوا إلى مسالك ودروب التوظيف. وشيء آخر هو من جانب إنه باستماعنا إلى الدكتورة ياور حول الحكومة، السؤال كيف يمكن للقطاع الخاص أو المراكز البحثية أن تعمل بشراكة مع الحكومات لخلق البيانات الأكثر والأوسع حول الأمن البحري والمصادر البحرية والحماية من أجلها. فلك يا ستيف ثم أعود إليك يا تيم. شكرا جزيلا لهذا السؤال. سأتحدث عن صيغة السؤال على كيفية انخراط الشباب حيث يمكنها أن تساهم في تطوير الاقتصاد بشكل أوسع. وأعتقد أن الكثير مما قاله دكتورة أوكافور قالته كلها تدخل في إجابتي، لأنه مما أخذته من إجابتها إذا الشباب لم يدخلوا إلى جزء من الحل سيتحولون إلى جزء من المشكلة. فهذا أول شيء يجب الاعتراف بها وإدراكها. فإذا أخذنا القارة الأفريقية كقارة ككيان واحد، تحدثنا عن تعداد سكاني شاب جدا، فالقارة الأفريقية هي قارة شابة. فمن ناحية لدينا تعداد شبابي قوي، لكن من جانب آخر لدينا مشكلتين حقيقيتين. لدينا نسبة عالية في البطالة ما بين الشباب، ولدينا أيضا هذا الاقتصاد الأزرق الغير مستغل لحد الآن. فمن المهم أن نرى كيف يمكن أن نأخذ كل هذه العوامل بنظر الاعتبار عندما نصيغ حل لهذا المسألة. فلدينا بطالة في الشباب، ولدينا أيضا اقتصاديات غير مستغلة ومبلورة. فإنه من المهم أن ندخل الشباب إلى الفرص الموجودة والمتاحة لهم في الاقتصاد الأزرق، وأن ندخلهم في صيغة الحكم الرشيد في النظام الاقتصادي الأزرق الجديد بشكل مستدام، ونسحب منها ونتغذى من فائدة الاقتصاد الأزرق. وشيء آخر مهم أيضا هي أن نعترف بحقيقة أنه المساحات البحرية فيها تقاطعات مع قطاعات ومجالات أخرى، والشباب الذين لا يحسون أو فات أوان أن يكون لهم معنى في الحياة أو دور في الاقتصاد الجديد. فهذا الشيء أراه كثيرا، إنه يعني مع أنه يعني أيا كان المجال التي نجد أنفسنا فيها، فهنالك وسيلة يمكن أن نزرع بذور الرغبة في قلوب الشباب في المساهمة الإيجابية فأي مجال كان مجال عملك. فهنالك تقاطع أو تلامس مع العالم البحري مباشر أو غير مباشر. فمن المهم أن نقول هذا كي يمكن للشباب بغض النظر عن خلفياتهم لهم دور يمكن أن يلعبوه. إذا كنت مثلا لديك دراسة في الحسابات والمحاسبة، فيمكنك أن تنظر إلى كيفية العمل في المحاسبة للتجارة البحرية، أو إذا كنت في تعمل في القطاع الأمني فيمكنك أن تجد مسالك مهنية للعمل في المجال البحري. فلو أخذت معظم البلدان في الساحل الغربي الأفريقي، هنالك وكالات متعددة لديها أدوار مختلفة عندما يأتي لموضوع الأمن البحري. فهنالك مسالك ودروب مختلفة يمكن للمرء أن يهب بشكل إيجابي للمسألة. فهذا شيء يجب أن نفهمها وندركها. فإذا أخذت أن تخرج بالشباب الأفريقي من هذا الشرك الشرس والمسيء لواقع البطالة، وكما رأينا في موضوع السنوات الأخيرة في منطقة النيجر دلتا التي هي نموذج دراسي ممتاز. شكرا ستيفاني. تم لك الكلمة. شكرا. هي أحد الشباب نقاط حيث 75% من البطالة أو الفرص
هي فكرة مخيفة بصراحة، أن تعرف بأن هنالك ناس بهذا الأعداد الهائلة في بطالة، وينظرون، نحن ننظر إلى مستقبل حيث العوامل المتعددة التي ناقشناها التي هي كلها قياسية ولعبت دور في موضوع النقاش الأمني حول موضوع الفقر والبطالة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية، هي كلها عناصر وعوامل جبارة. طريقتي في الإجابة للسؤال، وشكرا لمشاطرتك للكلمة في طرحك للسؤال، هي أنه كيف يمكن أن يكون قادرين على المشاركة كي نفهم أكثر من المجتمع الصومالي نفسها، وأعرف أن هذه المعلومات موجودة. أنا هنا في جنوب أفريقيا، لم أتحدث إلى مجتمعات محلية القادرة على الإجابة على السؤال، لكن كي نفهم ما هي المرضي من ناحية الفرص للفئات الاجتماعية، هي أن نفهم أنهم أيضا بعدها ينخرطون في الفرص، والكثير من الأفكار حول الاقتصاد الأزرق حول العالم ليس بالضرورة يعني تصل إلى درجات حيث الناس يمكنهم أن يقولوا أن نوع الوظيفة التي أستهدف نحوها في المستقبل ربما قد لا تكون في عالم صيد السمك في هذا المهنة. ربما قد يرغب الناس في هذا العالم أن يغيروا من مهنتهم برابط مع البحر دون الانفصال، لكن بطريقة أخرى، وأن لا تكون مرتبطة بأشياء ربما ليس في الصومال، ربما الدخول في مجالات السياحة، الاقتصاد السياحي، حيث قد تكون شيء يمكن تعلمه واكتسابه كمهارة. والناس الذين أجابوا على هذه الأشياء لربما هي نموذج قابلة. وسبب أني أقول كل هذا أنه هذا كلها تعود إلى سبب أنه المجالات الغير مدروسة لحد الآن، أو لماذا هبطت نسبة القرصنة الصومالية، ولا أقصدهم بالذات، وإنما بالذات السبب التي كانت خلف التي أقنعت الكثير من الناس في الصومال بأن لا يرغبوا في الدخول مجالها، وما الذي جعلته أن لا تتجذر وأن لا تتفشى بالدرجة التي كنا نتوقعها. ليست فقط أكيد كان شيء أكثر من موضوع الأمن البحري والحراسة وما إلى ذلك، والتي تعني أن هذه النوع من هذا لم تأتي، ولم تأتي من أرض خصبة سلبية، فكلها تعود إلى عقلية الشباب ورغبتهم في التصرف المستقبلي. ربما لم أجاوب على السؤال بشكل كامل كون أنني لم أعطي أي فرص أو احتمالات، لكن أنه جانب البحث التي نفتقر إليه هي أن نفهم وندرك بعمق ما يحصل من نماذج لأخذ استبيانات ودراسات حول لتوفير الفرص لـ ACSS ووكالات أخرى لدراستها والتعمق فيها لتوفير المعلومات الأصح لخلق السياسات المستقبلية. شكرا يا تيم. لدي سؤال أخير لكلكم للإجابة عليها، أعطي لكل واحد منكم دقيقة أو دقيقتين للإجابة على هذا السؤال قبل أن ننهي هذا الجلسة. هذا المرة سأبدأ بستيفاني، وأعتقد هي السؤال واحد أطرحه على الجميع، حاولوا الإجابة عليها قدر المستطاع. السؤال حول لماذا الأمن والسلام من جانب هي مسألة، والأمن البحري هي على الجانب الآخر كمسألتين أو عنوانين، وحول موضوع الشباب والزملاء العاملين على كلا الموضوعين، قضايا الأمن والسلام والأمن البحري، كيف يمكن أن ندمج بهذين العالمين في ملف واحد؟ فالناس العاملين في الأمن البحري، ما نصيحتك للجهة الأخرى؟ والناس العاملين على الأمن والسلام يمكن أن يثقفوا زملائهم العاملين على الأمن البحري، وخاصة لو اتفقنا على أن الأمن البحري شيء ضروري للتنمية الأفريقية المستقبلية. نبدأ بستيفاني في الإجابة. شكرا جزيلا للسؤال يا جول. أعتقد بالنظر إلى السؤال من ناحية زاوية الشباب، أي ليس حيث لديهم اشتراك في موضوع الأمن البحري أو بشكل أوسع في نشاطهم في موضوع الأمن والسلام على البر القارة، أعتقد أولا وأخيرا هي أخذ في نظر الاعتبار ما هي
الربط للقارة بالموضوع، فمن السهل النظر إلى القارة الأفريقية ككتلة هائلة من البر واليابس، وإنها بالحقيقة هي محاطة ببحار وعوالم بحرية ومحيطية مختلفة. من المهم عندما نأتي بالشباب ونفهمهم بأن المحيط عبارة عن رابط قوي ليس فقط للقارة نفسها، وإنما أن المياه هي عبارة عن صلة توصيلية للقارة الأفريقية بقارات أخرى وعوالم أخرى، فالبحر هي التي تكون لنا هذا الفرصة كأفارقة. فمن المهم جدا هي أن نعترف بهذا وندرك بأن أفريقيا ككتلة ضخمة برية، كما قال زميلي، أن القارة الأفريقية وكأنها جزيرة ضخمة، ولعندما ندرك ذلك ونفهم بأن الأمن والسلام لا يمكن أن تجزأ وتفصل من الأمن البحري، كلها ملف واحد. فأنا أنصح الشباب العاملين بالمجال أن ينظروا إلى تلامس وتقاطع موضوع عالم البحار وأمنها مع الأمن والسلام في داخل البلدان الأفريقية. كتبت مرة مقالة حول هذه التقاطعات الموضوعية لهذه المسائل، فعندما ننظر إلى الصورة الأوسع للنزاع التي تنتشر عبر القارة الأفريقية، ندرك بأن البعض من هذه النزاعات تعود إلى النزاع حول المصادر والثروات، وكون أن البحار لها صلة في توصيلها، لأن كما لا تنسى الاقتصاد الأزرق توفر فرصة لأفريقيا كي تستكشف مصادرها الأوسع والأكثر التي لم نفعلها لحد الآن في داخل برنا. فماذا مهم هنا هي النظر إلى كيفية استغلال تلك المصادر بطريقة مستدامة وسليمة التي تفيد الجيل الحالي والأجيال القادمة. فمن المهم أن ننظر إلى البحر والمحيط كحل لتوصيل تلك المصادر والثروات عبر القارة الأفريقية. الآن بالنسبة للأفراد الشباب الذين منخرطين في الأمن البحري والمياه، فمن المهم لهم أن يدركوا تلك الرابط ما بين البر والبحر، حيث هم يجب أن يكونوا سفراء لهذا المسألة الوطيدة، لأنهم عليهم أن يدركوا تعقيدات وتفاصيل تلك الصلة والرابط. وعلينا أن نتأكد بأننا نقوي الحوار ما بين جميع الأطراف كي يخلقوا الحلول الأنسب حول ما يحصل في داخل البر القارة وحافاتها المائية البحرية والمحيطية. سأتحول إلى تيم وثم أعود إلى دكتور أوكافو. شكرا. نعم، الملف الـ WPS والـ YFES هم شيئين حاولت أن أستكشف فيها حول ما يمكن للأمن البحري أن تتعلمه من كلا المبادرتين في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الزملاء عملوا عليها لمدة طويلة. والدروس والممارسات الأفضل التي استنتجناها من الـ YPS والـ WPS لديها قدرة عالية في المجال البحري، لأنه نحن جوهريا ننظر إلى كيفية بناء المجتمعات الصامدة والقادرة التي لديها معلومات شاملة وإدراك، التي كونت لنفسها صمود وقوة راسخة التي تقاوم الكثير من الصراعات والمشاكل التي. فأجد بأن هذه اللغة تستعمل كثيرا من ناحية التغيير البيئي حتى والقضايا المناخ، ولهذا الطريقة التي فيها الخبراء بكلا العالمين يمكن أن يجسروا ويخلقوا الرابط ما بين مشاكل وقضايا أخرى حتى إن لم تكن واضحة للعيان، بأنه مثلا أجندة الـ YPS قد لا تكون داخلة في موضوع الأمن البحري أو قضاياها غير قابلة للتطبيق في مجالها الخاص. لكن مع ذلك المبدأ الأساسي التي تعطي المعلومات لهذه الإجراءات يجب أن تكون داخلة بشكل أكثر وأكثر في النقاشات البحرية،
وأحس بأن هذا يحصل وأن علينا جميعا أن نشجع أو نستمر في تقوية هذا الجانب. شكرا جزيلا دكتور أوكافور، هل تتفضلين؟ شكرا جزيلا على السؤال الأخير، وكل ما أستطيع قوله هو أن على المستوى القاري هناك احتياج للاتحاد الأفريقي أن يفكر في أن يكون هناك مبعوث شباب في نحن هنا اليوم بنتحدث حول هذه الأمور، لأن اجتمعنا بدون وجود مبعوث للشباب، فكون أنه هو في هناك أشياء كثيرة نتحدث فيها في متعلق بالمحيطات، وهناك وعي كبير الذي يجب أن والفرص التي يجب أن أو تأتي من المحيط الأفريقي. فإذا كان لدينا شباب أو مبعوث أمني شاب أفريقي سوف ينتقلون إلى كل هذه الدول الساحلية ويشاركون في مسألة رفع مستوى التوعية وتقديم المشورة للحكومات، وربما عندما هذا يكون موجود على مستوى القارة سيأتي على المستوى القومي أيضا، والواقع موجود أننا بنتحدث عن هذا كثيرا، لكن يبدو أن هناك بالنسبة لي المسألة الموارد والأمن ووعي الأمور يبدو أن هناك لا يزال هناك التركيز كله على الأرض وليس للبحار أو المحيطات، فبالتالي ربما بعيدا عن التحدث عن هذه الأمور فمن لابد أن يكون هناك وسيلة للمشاركة، فهناك شاب أو شخص صغير بالعمر يفعل ذلك أو كذا، فهذا بيعطينا فكرة أن هذا يعني مش بالضرورة أن الحكومة بتضع أموال حيث تضع كلامها، ولكن بيبين أن زادت الوعي والدور اللي بيلعبه الشباب في الاقتصاد الأزرق وترويج الاقتصاد الأزرق ووضع هذه السياسة، وهذا سوف يأتي بالشباب أنهم يشعرون أن هناك مكان لهم. وأيضا نعود إلى أن ما قيل سابقا، وأعتقد جون إف كينيدي قال أن لا تسأل ماذا تستطيع أن تفعله بلدك من أجلك، ولكن اسأل عن ماذا تستطيع أنت أن تفعل من أجل بلدك، فهي الفرصة موجودة للشباب ولكن تحتاج إلى التمويل من حيث الاعتماد على الحكومة، ولابد أن نفكر بطريقة أكثر استراتيجية، نستفيد من الإنترنت ونستفيد من الابتكار اللي موجود في المحيطات والعقول النابغة، وأننا نقود هذه الجاليات. ماذا أستطيع أنا أفعله أنا من مكاني هذا؟ وانطلاقا من هذه النقطة سوف تنتهجون كيف أن الأمور ممكن أن تتغير من الاستفادة من المكان الموجود فيها والمشاركة. هذا أنا وبالنسبة للشباب الأفارقة، أن قد يكون هناك بعض الحدود أن الحكومة بكل تأكيد الحكومات لم تفعل كل ما يجب أن تفعله، لكن أنت لديك دورا لابد أن تلعبه، لابد أن يبدأ من يوم وفكر فيه واستغل هذه الفرص المتوفرة لديك الآن لإحداث التغيير. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. الدكتور ملكاش يريد أن يقول أي شيء بخصوص هذا السؤال قبل أن ننهي الجلسة؟ لا يوجد شيء الكثير أضيفه إلى ما قالته الدكتورة، ولكن أنا أقول أن الموضوع كله متعلق بتشكيل البيئة الاستراتيجية، وأفريقيا كما نعرف أن هي محاطة بالمياه، فلا يمكن أن نتجاهل هذا الجانب البيئة الاستراتيجية، وكل الشباب أو كل الأفارقة لابد وأن يفهمون أهمية هذا الموضوع. وهذه القاعدة الأولى، والقاعدة الثانية إذا نظرنا إلى المستقبل، مستقبل الشباب هم المستقبل، مستقبل القارة، فإذا نظرنا إلى المستقبل الشباب لابد أن يعرفون كيف التعامل مع هذه البيئة ويعيدون تشكيلها، ليس فقط يفهمونها ولكن خطوة أخرى لتشكيلها من حيث معرفة الطرق المختلفة
في استخراج الازدهار من الساحات الزرقاء ووجود الأمن في المناطق الزرقاء، ليست فقط ترويج عدم الاستقرار ولكن إيجاد الاستقرار. نتحدث عن التجارة، ونتحدث عن الطاقة المجددة، نتحدث أيضا عن الصناعة، نتحدث عن كل الأمور المحتملة الموجودة والتي لم نستغلها بعد. فهناك احتمال كبير، وأيضا المستقبل سيقاد من قبل الشباب، والشباب لابد أن يفهمون الأهمية الاستراتيجية للمحيطات. ونعود إليك مرة أخرى. شكرا. شكرا دكتور ملكاش، ونيابة عن المركز الأفريقي وعن الشباب من أجل السلام، وأيضا الاتحاد مبعوث الاتحاد الأفريقي. شكرا للسادة المتحدثين والدكتور أوكافور والدكتور وتيم وستيفاني وستيفاني، وشكرا للسادة المتحدثين والمشاركين وكل الذين حضروا للاستماع. شكرا على حسن استماعكم عن هذا الموضوع والأمن البحري. زملائي سوف يرسلون إليكم بريد إلكتروني لكل الذين شاركوا في اليوم لكي نذكركم ببعض المبادرات الموجودة والتي ستتم في المستقبل. شكرا جزيلا، ونتمنى لكم يوما سعيدا.